هي إصابة رباط الركبة. عندما نمارس الرياضة، أي أقسام الرياضة، كرة القدم، إلعاب الجري أو المصارعة، وهي علامة شائعة في الركبة. وإن تصاب، إذا ندب الرياضة يقطع هبوط القدم ووزن الجسم كله يهرف ركبتنا. بهذا السبب يصاب الرباط بالجرح. نحن نشوف أنواع الإصابات تسمى تمزق الرباط الصليبي الأمامي ACL tear. لما يصاب به أي شخص رياضي يشعر بالألم والتورم بالركبة خلال ربع أو نصف الساعة، وهذا الورم ينخفض بيومين أو بثلاثة أيام والألم هم تقلل بالتدريج في الركبة. لكن إذا يعاني الرباط الصليبي الأمامي كله ويظهر الأعراض في الركبة دائما، وهي المرونة وعدم الثقة بالركبة وعدم القدرة على الجري بالسرعة، وتحس المرونة والانزلاق والانحراف في الركبة عدة مرات، وربما تعاني من إصابة الغضروف المفصلي مع الرباط الصليبي، وهو شيء ناعم بين المفصل، ونفس الوقت تحس الألم وتعلق ركبتك، وأحيانا ما يلتوي وما تستقيم نفس الوقت. هذه بعض الأعراض التي تخبرنا أنك تعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. يصاب بك هذا المرض، كيف التشخيص؟ أولا يجب عليك استشارة الطبيب الأخصائي للإصابات الرياضية. يمكن الطبيب سينصحك التصوير الرنين المغناطيسي لركبتك. داخل التصوير بالرنين المغناطيسي نجد كل شيء واضحا جدا، ما هي إصابة الرباط وأي درجة وأي قسم الرباط. يوجد 4 أربطة في الركبة، وهناك العديد من الأربطة الصغيرة الأخرى أيضا، وما ذلك أي إصابة للغضروف المفصلي وهو إصابة أخرى. ما حجم الإصابة التي يجب أن ترى الطبيب؟ كما ذكرنا، ما هي أعراض إصابة الرباط؟ ما هي وظيفة الرباط؟ وظيفة الرباط هي تثبيت الركبتين معا. عندما ينكسر الرباط المريض يصبح مرنا، الحركات الدقيقة التي يتم إنشاؤها في ركبتي بمرونة. يخرب الركبة 20 عاما ويصبح مثل المريض عمره 60 أو 70، وإذا يخرب ركبتنا ويحك وظروفه يبقي علاجه فقط استبدال الركبة. تجنب كل هذا، من المهم جدا بالنسبة لنا الكشف عن إصابة الرباط. ما هي الرياضة لمنع إصابة الرباط؟ الكثير من التمارين، كل رياضة لها تمرين خاص بها الذي يحفز إصابة الرباط لدينا. هذا التمارين يدرب أجسامنا عندما نلعب رياضة معينة، ويكون هبوط القدم دقيقا أثناء ممارسة الرياضة. وينبغي أن يكون تنسيق العضلات جيد بحيث لا يلتوي جسدي على الركبة، وبالتالي ينبغي دائما ممارسة تمارين الوقاية من الإصابة قبل الرياضة. وأولئك الذين يقومون بهذه التمارين لديهم فرصة أقل للكسر الرباط. ما هو علاج إصابة الرباط؟ إذا حدثت إصابة في الرباط وكنت تعاني من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب أولا. إذا كان الطبيب يعتقد ذلك، يقترح التسوير بالرنين المغناطيسي. إذا تم كسر الرباط في الرنين، يتم إجراء جراحة بالناظور في الوقت الحاضر. إعادة التحليل سريع جدا في جراحة بالناظور، ولا تشعر بالكثير من الألم وفقدان الدم منخفض جدا، وتبدأ في المشي من اليوم التالي بعد الجراحة. أحدث التقنيات هي عيادة بناء الرباط الصليبي الأمامي باستخدام دعامة داخلية لشريط ليفي. هذه تقنية متقدمة من البرغي. نرسل اللاعب العودة للعب في غصون 3 أشهر، الجري واللعب واستئناف اللعب في 3 أشهر قبل نسبي أملي بالبرغي. نفس الوقت يأخذ 7 أشهر والألم هم به قليل لكيفتها صغيرة.